رحت كذا سبا قبل كده، بس سيفال بالنسبه لي ذا بيست. في بروجرس كويسه جدا، في هوسبيتاليتي فظيعه من الناس، الناس فيري كايند هناك، السيرفيس هايله جدا. فاي جاس ان انا يعني ممكن اروح مره واثنين وثلاثه. اوكي، انا جربت اكتر من 5 أو 6 اماكن، وسيفال سبا احسن سبا في مصر. اللي هي اهم حاجه ان السيرفيس حلوه، ودي حاجه ما لقيتهاش في السبا اللي انا رحتها قبل كده. بقالي فتره دلوقتي بروح سيفال سبا ريجولرلي، وهونست جاد الواحد لازم يقول انه السيرفيس توب كواليتي. ودايما على طول لما بكلم مع حد بقول له يعني يو شود جو، ودايما يعني مثلا العيله كلها دلوقتي بنروح، ومره كل اسبوعين على طول هناك، وكل الستاف فريندلي، كله هيلبفل. ولو في اي حاجه يعني اول ناس هيعملوها لك، يعني لو قلتي اي حاجه وهيكونوا عارفينك على طول.